مشاهدينا، الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد أعلن أن العقوبات لن توقف مسيرة التقدم في البلاد ومن ضمنها البرنامج النووي. وقال في خطاب ألقاه خلال عرض عسكري بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس أن الذين يعتقدون أنهم يستطيعون عبر أدوات بالية مثل الحرب النفسية والعقوبات الاقتصادية إيقاف مسيرة التقدم في إيران مخطئون جدا. قد شهد الاستعراض عرض صاروخ قدر وهو نسخة معدلة عن شهاب 3 يصل مداه إلى 2000 كيلومتر. هو العرض الثاني الذي تجريه القوات المسلحة الإيرانية خلال عام بمناسبة الاحتفال بأسبوع الدفاع المقدس. هو لم يشذ عن القاعدة، فقد حمل 3 رسائل جميعها موجهة للخارج. واهم كل من يعتقد بأنه قادر على إركاع إيران بالقوة، وإيران لن تتراجع عن مواقفها، خاصة النووية منها، كما أن الحل الوحيد للمشاكل هو انسحاب القوات الأجنبية من منطقة الشرق الأوسط. الاعتقاد بإمكانية كسر إيران عبر القوة وهم كبير، فنحن اليوم مستعدون لجميع الخيارات ولن نتراجع عن حقوقنا. يتوجب على القوات الأجنبية الرحيل، فشعوب ودول المنطقة قادرة على إدارتها سياسيا وأمنيا. على أن البعض يعتقد بأن أزمات كتلك الدائرة في أفغانستان والعراق هي من يؤخر اللجوء إلى الحل العسكري، فكرة لا يخفيها الإيرانيون، ويعتبرون أي تحرك عسكري ضدهم سيكون بمثابة انتحار. ومن هنا ربما يمكننا فهم الربط الدائم بين التهديدات الأمريكية والحرب النفسية. تهديدات أمريكا لنا حرب نفسية فقط، هم غارقون في مستنقع من الأزمات المختلفة. عليهم أن يحلوا مشاكلهم في العراق وأفغانستان قبل التهديد بحرب جديدة مع إيران. جديد الاستعراض هو عرض نسخة معدلة من صاروخ شهاب 3. الصاروخ الجديد أطلق عليه اسم قدر ويصل مداه إلى 2000 كيلومتر. كما بدا واضحا تركيز الاستعراض على الأسلحة البحرية، خاصة الصواريخ قصيرة المدى، فمنطقة الشرق الأوسط ستلعب دورا جوهريا في حال توجيه أي ضربة لإيران. إن مياه الخليج الفارسي وبحر عمان تقع تحت سيطرتنا الكاملة، كما أن كافة التحركات الأمريكية في هذه المياه تخضع للمراقبة الدائمة. هذا وشهد الاستعراض عرض صواريخ شهاب 1 و2 وشهاب 3، وتحليق طائرات من طراز صاعقة وآذر خش في سماء المنطقة، كما عرضت القنبلة المسماة قاصد والتي كشفت عنها إيران خلال الشهر الماضي. لا يفوت الإيرانيون مناسبة إلا ويتحدثون فيها عن مسائل كالملف النووي والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. هم لا يريدون الحرب ويفضلون الحلول السلمية، لكنها وإذا ما فرضت عليهم يقولون إنهم مستعدون للزمنين معا، زمن الحرب وزمن السلم. عبد القادر فايز، العالم، طهران.